قررت المحكمة العليا الفنزويلية رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو. من جانبه استنكر غوايدو قرار رفع الحصانة، وفي إشارة منه إلى النظام الفنزويلي أعرب عن خشيته من أن يتم اختطافه أو تعرضه للاعتقال. وتأتي خطوة المحكمة العليا في وقت يتنازع فيه مادورو وغوايدو منذ بداية العام على السلطة في هذا البلد النفطي.